تابع بتصوير بعد الليمتس ليمت از اكس تنس تو زيرو لاكس ماينس 3 بلس لين اكس. اول شيء بنجرب التعويض، سهله هاي ما فيها شيء، واضحه 0 ماينس 3 بلس لين از اكس تنس تو زيرو بتصير انفينيتي ماينس انفينيتي، مش هيك؟ قلنا على الزيرو لين بتصير ماينس انفينيتي، يعني رح تصير 0 ماينس 3 ماينس انفينيتي، ماشي؟ لانه ليمت از اكس تنس تو زيرو للن هي ماينس انفينيتي، هيدي رول. شو بيطلع الجواب؟ ماينس انفينيتي. هون بنستنتج انه الاكس ايكوال زيرو از فيرتيكال اسيمتوت. ليمت از اكس تنس تو انفينيتي لهيدي ايكوال كمان انفينيتي ماينس انفينيتي بلس انفينيتي، انفينيتي ماينس 3 بلس انفينيتي بلس ليمت للن اكس از اكس تنس تو انفينيتي هي انفينيتي. شو بيطلع الجواب؟ انفينيتي بلس انفينيتي انفينيتي ماينس 3، ماينس 3 ما بتاثر بالانفينيتي بتضل انفينيتي. ليمت از اكس تنس تو انفينيتي اكس ماينس 3 ماينس 2 لن اكس، هات لنشوف بتصير انفينيتي ماينس 3 ماينس 2. شو الليمت للن از اكس تنس تو انفينيتي؟ از انفينيتي. راح نلاحظ انه راح يصير عندنا شو انفينيتي، هيدي قلنا ما بتاثرش علي بالمره، انفينيتي هاي راح تصير ماينس انفينيتي، انفينيتي ماينس انفينيتي ان ديترمند، هاي انفينيتي ماينس انفينيتي ان ديترمند. شو بدنا نعمل بهي الحاله؟ هو مش لوبيتال لانه مش فراكشن، هيدي هو بناخد كومون، بنعمل شو فاكتورايز، هات لناخد كومون اكس لنقول ايكوال ليميت از اكس تنس تو انفينيتي x into يلا شو بيبقى من اول وحده 1، من الثاني شو بيبقى 3 divide x، هي x divide x 1 3 divided x 3 divide x minus 2 ln x over x 2 ln x over x equal. هاي راح تضل هلا بنعوض، هيدي infinity 3 على infinity 0 صارت لن اكس على اكس از اكس تنس تو انفينيتي، هي ماخذين رول، مش هيك؟ ماخذين رول نحن، رول انه ليمت از اكس تنس تو انفينيتي لن اكس اوفر اكس ايكوال زيرو، مش هيك؟ هيدي رول، يعني بتصير انفينيتي انتو 1 ماينس هي رح تصير زيرو ماينس 2 بزيرو، مش هيك؟ كمان راحت هيدي، صار انفينيتي تايمز 1 يعني انفينيتي، هيدي هي. نجي لهي الجديدة as x tends to 0، يطلع نعوض أول شيء 0 minus 3 minus 2. شو الليمت للن as x tends to 0؟ هي minus infinity. يلا شو بيطلع؟ ال minus 3 مش مهم مقابل ال infinity، minus 2 ب minus infinity هي plus infinity، هيدي هي. كمان هون نص القصة، بنعوض ب 0 0 square 0 minus 3 ب 0 minus 0 minus ln. شو الليمت للن على الزيرو؟ ماينس انفينيتي بلس 1 ما بتهمني. هو شو بدي فيهم الارقام؟ هيدي شو هي؟ بلس انفينيتي، ماشي؟ كمان از اكس تنس تو زيرو، هات لنشوف اذا عوضنا بزيرو شو بتصير؟ زيرو تايمز الليمت للن از اكس تنس تو زيرو هي ماينس انفينيتي، ماينس 1 ايكوال زيرو ماينس انفينيتي، ماشي؟ زيرو بماينس انفينيتي ان ديترمند قلنا. شو بنعمل؟ هات لناخد let x مثل ما قلنا قبل شوي، let x equal 1 over capital x، يعني بالتالي كمان capital x هي 1 over x. as x لما ال x تروح على الزيرو ال capital x لوين بتروح؟ ما هي الكابيتال اكس 1 على اكس، اذا الاكس راحت على الزيرو بتصير 1 على زيرو، يعني بتروح على شو؟ على الانفينيتي. يعني هلا صار عندنا هون ليميت از اكس تنس تو زيرو اكس لن اكس ماينس 1 سو ليميت از كابيتال اكس تنس تو انفينيتي، محل السمول اكس شو راح نحط؟ 1 على كابيتال اكس لن، محل السمول اكس قلنا 1 على كابيتال اكس ماينس 1. هيدي لن 1 على اكس هي بتساوي ماينس لن اكس، لانه في رول بتقول لن 1 على بي ايكوال ماينس لن بي، فهي بتصير بتساوي ليميت از اكس تنس تو انفينيتي 1 از كابيتال اكس تنس تو انفينيتي
1 على كابيتال اكس انتو ماينس لن اكس ماينس 1. هلا باخذ كومون ماينس، فيني احطها هون لنقول او برا قدام الماي قدام الليمت برا ايكوال ماينس ليمت از كابيتال اكس. بدنا ننتبه نحن على الكابيتال والسمول. ها شلنا الماينس لبرا، بيبقى عندنا شو لن اكس بلس 1 على اكس. كمان هيدي ماخذينها نحن رول، مش هيك اخذناها رول قبل شويه as x tends to لا هيدي x tends to infinity. هات لنشوف اذا عوضنا infinity شو بيطلع. بيطلع infinity على infinity شو اسمه undetermined، فبنعمل لوبيتالز رول. هاي رح تطلع infinity، او فيني بسطها غير هيك انا، فيني نعمل ln x على x plus 1 over x. اللوبيتال بتزبط معكم، بس انا رح اعملها عشان اهرب من اللوبيتال، ما عادش في معي واسعه. ليميت از اكس تنس تو انفينيتي لن كابيتال اكس على كابيتال اكس بلس 1 اوفر اكس. يلا الليميت لل1 اوفر اكس از اكس تنس تو انفينيتي هيدي راحت صارت زيرو، ماشي هيدي زيرو بتطلع. لن اكس على اكس از اكس تنس تو انفينيتي هيدي رول اخذناها باول الدرس. هيا ليمت از اكس تنس انفينيتي لن اكس على اكس ايكوال زيرو، فهيدي شو بتطلع هلا هون زيرو ايكوال زيرو. سينس بنقول له نحن رول ليمت از اكس تنس تو انفينيتي لن اكس على اكس ايكوال زيرو، هيدي هي ماشي. طيب فاذا طلع الجواب زيرو. 12 ليمت از اكس تنس تو انفينيتي، هاي رح نحطها انفينيتي، وهيدي كمان على الانفينيتي بتصير انفينيتي. الماينس 1 بلا أهمية بتصير ايكوال انفينيتي انتو انفينيتي ماينس 1 ايكوال انفينيتي تايمز انفينيتي يعني انفينيتي. كمان هون اذا جينا عوضنا حطينا هون انفينيتي، لن انفينيتي هي انفينيتي، وهون لن انفينيتي هي انفينيتي، صار عندنا انفينيتي ماينس انفينيتي undetermined. يعني نلاقي طريقة تاني عشان نشيل undetermined form. هيدي شكلها لن A ماينس لن B، فينا نغير لشكلها طبقا لهي القاعدة، بتصير equal limit as x tends to infinity ln a على b over b. هيدي as x tends to infinity فينا ياخد اعلى power من فوق مع اعلى power من تحت، equal limit as x tends to infinity 2x ln عفوا 2x over x، بتروح x مع x، شو بضل عنا؟ روح x مع x بضل عنا ln 2. هيدي هي، يعطيكم العافية.